السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحنان بحكي معكم من كانبرا أستراليا للمرة الأخيرة، لأنه أنا تارك المدينة بعد انتهاء ولايتي هون، شغلي هون كحخام، ورح أرجع على أرض الوطن الأسبوع القادم يوم الثلاثاء بعد فترة قصيرة في الإمارات العربية المتحدة في دبي. فإن شاء الله في الأيام القادمة سأحطكم في الصورة عن مكان اجتماع ممكن نجتمع فيه مع المشاهدين في دبي. اليوم حبيت أحكي معكم عن عيدنا الحالي، عيد حانوكا. اليوم امبارح بالليل ولعنا الشمعة الأولى، اليوم سنولع شمعتين بعدين ثلاث شمعات وإلى آخره حتى ثمان شمعات. عيد حانوكا هو أحدث عيد في تقويمنا العبري، هو ليس عيد توراتي، يعني مش مذكور بالتوراة طبعا، لأنه هو عيد تاريخي، لأنه الأحداث اللي يحيي هذا العيد صارت بعد اختتام التناخ اللي هو الكتاب المقدس العبري، اللي انتهى تقريبا مع ترك مع الجالي المنفى، يعني الشتات بعد خراب الهيكل الأول. فعيد حانوكا تاريخيا تم في سنة 167 قبل الميلاد في فلسطين أو أرض إسرائيل، حيث كان هناك سيطرة لليونانيين، للمملكة اليونانية اللي كان عاصمتها في هذيك الفترة في دمشق المملكة السلوقية. والمملكة السلوقية هاي فرضت قوانين كثيرة ضد اليهود، منعتهم من الختان، فرضت عليهم أكل الخنزير، ومنعتهم من ممارسة كل الطقوس الدينية تقريبا. فثاروا اليهود في هذيك الفترة، وكان هناك انتصار عسكري لفترة معينة، ثم استقرت مملكة مستقلة يهودية لفترة معينة. ولكن كان هناك أيضا بعد ديني، والتلمود يركز على البعد الديني ليس على البعد العسكري لهؤلاء الثوار. والبعد الديني كان إنه اليونانيين دنسوا الزيت الطاهر اللي كان يستخدم في الهيكل أو في بيت المقدس لولع لإنارة الشمعدان السداسي، اللي هو الشمعدان اللي كان موجود في بيت المقدس. والشمعدان هذا كان لازم يكون هناك فقط زيت طاهر غير ملموس، لا من يهودي غير طاهر أو مسلم أو عفوا غير يهودي غير طاهر. ف المعجزة كانت إنه في زاوية معينة بعد سيطرة إعادة السيطرة على الهيكل من قبل الثوار، وجدوا في زاوية معينة في الهيكل وجدوا قنينة صغيرة من الزيت الطاهر، كان المفروض يكفي ليوم واحد لإنارة الهيكل. ولكن المعجزة حسب الرواية في التلمود كانت إنه الزيت استمر لمدة 8 أيام. فنحن نحتفل بهذه المعجزة، نذكرها في صلواتنا، نذكر الأبطال والشجاعة. وجوهر العيد فعلا هو الاعتماد طبعا على الله في المعارك، ولكن يعني قوة الإيمان، قوة الالتزام بالدين، قوة التماسك والتلاحم في الشعب في حق إمبراطورية كبيرة ضد كل الشنصات يعني اللي كانت في هذيك الفترة. فبالأخير انتصروا اليهود بفضل إيمانهم وبفضل قوة إرادتهم. فهذا لا ينطبق فقط على اليهود طبعا، هذا ينطبق على أي شعب يكافح ويصارع من أجل حقوقه، من أجل ممارسة دينه،
من أجل الإثبات. هذا طبعا بغض النظر يعني عن الظروف المعينة في كل حالة. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، أتمنى أن أشوفكم بخير قريبا جدا، وإذا أنتم موجودين في الإمارات أو في السعودية حتى كويت، عمان، العراق، وبدكم تزوروا الإمارات وتجتمعوا معي، إن شاء الله نعمل حفلة صغيرة في الأسبوع المقبل إن شاء الله. دمتم دائما في أمان الله، وشكرا جزيلا لكم.